الاثنين عندنا. عبد الله بيروح فيها لا بيوتي بالله 10 دقائق تخلي بعض الاشياء مثلا انت بتخلي حافظ على مدخل هنا اللي يصير اللي يدل هنا مرتين بس لانك على طول كل اسبوع تمر ايه وين هو موجود مقاهي انت جالس كذا تقابلون بيت معجب احنا شلون وصلنا والله ما ادري لا ما 20 دقيقه عندكم ما عندهم شيء بكره في مراقبه ما عندها ما في ضغوطات والله كيف انا ادور الاشياء شلون يا حلو والله شنو اخطا هذا نص الجلاس قطع مني ونص الجلاس ارخص شيء ما في تعال ورانا بيوت كئيبة بيوت ها عشان الناس ما تريد الدار بس وينك فيها؟ أحلى واحدة فيها ما عندكم والله فوق